ألو، نعم دكتور، نبدي لو بعد ننتظر. توعدتكم 36 مو؟ لو 40؟ تقريبا يعني شوية أكثر، 40، يمكن 44 واحد، لأن جاينا من غير قاعات. ها خو إسا احنا واصلين 29 مو؟ أني 28 يعني. إيه يعني دكتور، ننتظر؟ كيفك دكتور؟ يعني إذا تعطيني دقيقتين يجوز إيه يجون. يلا خلنا أقول أكو أحد يعرض من عندكم؟ أعرف أن البريفينج راح أستنسخ الرابط حتى تسجلون الحضور. هذا رابط دزيت لكم اياه مال الحضور.
طاعة. ها بعد أكو وصل عدد 30 بعد 10. يلا هواي تأخرنا، أعتقد راح نبدي. أوكي الكل يسمعني، أبدي دكتورة باللي ما أعتقد يجون. أي نعم، بعد واحد صارت واحدة لك إلك. يلا our topics this day about the ovulation. Normal menstrual cycle, either ovulatory or non-ovulatory. طبعا الكل تعرفون بالفيزيولوجي الهرمونز control of reproductive system. طبعا احنا عندنا reproductive system عندنا four subject. من هو عندنا الهايبوثالامس، وعندنا البيتويتري، وبعدين عندنا الاوفري، والovary hormones of the ovary act on the endometrium. فأني pathology affect this four might be impaired ovulation. Okay. دكتور على السلايد بقى. لحظة لا بعدني، ماني قاعد ما أعرض باللابتوب حتى أشوف، لأن بالتليفون ما أقدر حقيقة، بس اعطيني مجال. أوكي فتعرفون عندنا البتويتر، طبعا الهايبوثالاموس راح يريليز أوف جي إن آر إتش، جونادوتروفين ريليزينج هرمونز جي إن آر إتش. طبعا هذا جي إن آر إتش إذا سوينا بلس سامبل راح نلقى جي إن آر إتش، يعني يقدر ندز للمختبر نقول له سيرم جي ان ار اتش. اريد احد يجاوبني. محمد عادل اقدر ادز للمختبر اقول له قيس لي جي ان ار اتش ميجرابل؟ وليش نوت ميجرابل؟ هو نوت ميجرابل، وي كانوت ميجر سيرم جونادوتروفين ريليزنج هرمون. ليش؟ يعني اعتقد لأن كل يعني كل ساعة ينفرز أو كل وقت معين ينفرز ما أقدر أقيسه ميجرابل؟ لا ما راح يدخل بالسيركيليشن، هو مو بالدم، ما موجود بالدم يعني مو بالبلاستين دكتورة. اي فهو مو بالبلد، اكو عندنا بورتال فيزلز. زين راح يكون يعني شورت سايكل من الهايبوثالامس للبيتويتري جلاند، فما راح يروح للسيركيليشن، لذلك هو ما نقدر ندز سيرم جي ان ار اتش. اللي نقيسه احنا الجونادوتروفين، هو الاف اس اتش والال اتش. اوكي فساعدنا الهايبوثالاموس يفرز دي جي ان ارش. بالبورتال بلود فيسل راح يسوي ستيميليشن للانتيرير بتويتر جلاند. طبعا البتويتر جلاند عندنا انتيرير وعندنا بوستيرير. الانتيرير تقريب كل الهرمونز تنفرز من الانتيرير ما عدا تو هرمونز ينفرز من البوستيرير، واللي تشوفوه عندنا الانتي دايريتك هرمون والاوكسيتوسين.
بينما من الانتيرير راح ينفرز عندنا الاف اس اتش، الال اتش، تي اس اتش، ميلانوسايت ستيمليتنج هرمون، ادرينوكورتيكوتروفيك هرمون، فكلها من الانتيرير بيتويتري جلاند. هذول كل الهرمونز بيها الفا وبيتا تشينج. فالالفا هو مو سبيسيفيك طبعا للكل، فلذلك احنا نعتمد على القياس بيتا، مثل بيتا اتش سي جي، من نسوي فولو اب للبيشنت وذ اكتوبيك بريجننسي راح نعتمد للبيتا. ليش؟ لان الالفا هو لكل هرمونز ايدنتيكال. الهرمونز ريليس هو عندنا الاف اس اتش والال اتش، راح يروح للسيركوليشن، وين يروح يشتغل؟ على الاوفري. هو مو كل الاوفري يشتغل عليه الاف اس اتش والال اتش، راح يشتغل لنا على شنو؟ على سيرتين سيل. الال اتش السلايد اللي بعده هو راح يشتغل على الثيكا سيل، والاف اس اتش راح يشتغل على هاي. عندنا عافية، هذه شغل سلايد مع الاوفيوليشن. فالاف اس اتش وين راح يشتغل؟ على الجرانولوزا سيل. حقيقة الال اتش اول شيء يبدا بالفيرست سايكل، هو في سمول دو سمول اماونت، فراح يشتغل على الثيكا سيل. شو راح يسوي لنا؟ راح يطلع لنا التستوستيرون. التستوستيرون وين راح ينقل؟ ينقل الى الجرانولوزا سيل. فاكو اروماتيز انزيم راح يحول التستوستيرون الى استرادايول، وبنفس الوقت الال اتش هنا فات يسوي لنا ريسبتور فور اف اس اتش. فبعد راح يصير عندنا ريليز اوف اس اتش بالفوليكولار فيس، راح يسوي لنا انهانسمنت جوفوغرافيان فوليكل، يبدا الال اتش يسوي لنا لوتينايزنج حتى للجرافيان فوليكل، وراح يصير الاوفيوليشن. طبعا تقريبا قبل 12 ساعة من الرابتشر اوف جرافيان فوليكل راح يصير سيرج اوف ال اتش. بعد السيرج اوف ال اتش 36 ساعة يصير الاوفيوليشن. نيكست سلايد. فالمهم عندنا احنا تو سيلز. طبعا هذا فيديو انا ما انفتح عندي، انتوا انفتح عندكم؟ لا دكتور ما انفتح. من فتحها. An ovulation, it is a condition in which the ovary does not release a ripened egg each month as a part of women's normal cycle in her reproductive years. طبعا احنا اذا كانت البيشن regular cycle فنتوقع at almost regular cycle goes with ovulatory cycle يعني ovulation. اذا ما صار an ovulation an ovulatory cycle، بس مو شرط انه كل ovulatory cycle كورجولار سايكل هي اوفيولاتري سايكل، احتمال راح تكون ما بها اوفيوليشن، بس كل ايرجولار سايكل هي ان اوفيولاتري سايكل. كل ايرجولار سايكل هي ان اوفيولاتري سايكل، بس مو كل ريجولار سايكل هي اوفيولاتري. اوضو اور ماست، هاي مفهومه؟ تكسر ايديها بلا زحمه. كل ايرجولار سايكل ان اوفيولاتري سايكل، ها يعني من دورة ما منتظمة فنتوقع هي ان اوفيلاتري، بس مو كل regular cycle هي اوفيلاتري cycle. although almost زين يعني اغلب الاحيان تكون regular cycle هي اوفيلاتري، بس مو شرط. ها مفهوم؟ تمام دكتورة مرسيدس. زين regular شو وقت احنا نقول عليها regular؟ اكو range للفريكوانسي من 21 days ل 35 days، ودائما نحسب من الفيرست سايكل للفيرست سايكل الثانية. اوكي يعني من فيرست داي للفيرست داي لازم من 21، not less than 21 not more than 35. الافريج هو 28، فهذا نسميها regular cycle. اوكي طبعا الان اوفيليشن either physiological or pathological. شو وقت physiological؟ إذن four subject. Pre-puberty يعني before menarche. Pregnancy طبعاً pregnancy راح تكون an ovulation. Lactation due to hyperlactin level antagonize the action of GnRH and the menopause. Okay. Otherwise it is pathological. Pathological either involve the hypothalamus قلنا او involve the pituitary gland or ovary or other endocrine like thyroid gland, adrenal disease and hyperprolactinemia.
اوكي other pathology outside the مثل عندنا chronic debilitating illness مثل عندنا renal disease احتمال راح تجي patient an ovulatory cycle بس هذا ايش راح ياثر هو كله راح ياثر على ال hypothalamic pituitary ovarian axis او بالليفر ديزيز هم تجينا ان ovulatory cycle بس هو كله بهذا التوبكس hypothalamic pituitary ovarian disease next slide الهايبوثلاميك causes excessive exercise and weight loss stress tumor trauma TB drugs and Kalman syndrome pituitary causes either tumor necrosis a tumor necrosis and thrombosis بس ما رخصتكم دقائق مرادش دكتورة اوكي البيتويتري عندنا تيومر بيتويتري تيومر او نيكروسيس اكو حد يعطيني مثال عن نيكروسيس وقت يصير ودائما احنا نتداوله ودائما نعيد بيه ونسقول شو وقت يصير نيكروسيس للبيتويتري جلاند والله التيومر بيتويتري ادينوما نسميه نيكروسيس شو وقت يصير وبالنسائيه كلش هوايه وشائع أشيرمان سيندروم أقول عفو شيهان سيندروم سامعيني بشيهان سيندروم شيهان سيندروم بالبوستبارتوم هيموراج البتويتر جلاند هايبر أتروفايد دورينج بريجننسي فتحتاج بلس سبلاي هواية بالبوستبارتوم هيموراج راح يصير سيفير فورم اوف هيموراج فراح يكون امبيرد البلود فلو تو ذا بتويتر جلاند فيصير نكروسيس ونتيجة النكروسيس راح تكون عندنا افك راح يكون low FSH hypogonadotrophic hypogonadism low FSH and low LH وهاي يصير عندنا بالpostpartum hemorrhage واحدة من complication of postpartum hemorrhage هو Sheehan syndrome pituitary necrosis or thrombosis next شنو مثال على التيومر عندنا بتويتري adenoma شنو المثال على necrosis عندنا postpartum hemorrhage لأن بالpost يمكن أكو تسجيل فتقدرون تعيدوه postpartum hemorrhage راح يكون impaired of pituitary blood flow as a result of impaired pituitary blood flow راح يصير pituitary necrosis وراح يصير hypogonadotrophic hypogonadism okay okay دكتور and the thrombosis next slide طبعا احنا مقسمين ال WHO مقسمين ان الان اوفيليشن الى 3 كاتيجوريز اول شيء عندنا هايبرغونادوتروفيك هايبوغونادزم من يقول لي هايبرغونادوتروفيك معناته شنو قاسم شنو معناته هايبر حتى بعد اي سؤال تجيكم تحلوه بدون صعوبه عكسي هناك دكتور عندنا زياده ها
زيادة دكتور يعني. زيادة عافية يعني زيادة منه بيمن. بالهرمونات دكتور. يا هرمونات شو راح يجيك بالسيناريو شو يقول لك؟ اللي عندنا الكوندرابين والبروتولاكتين ريليزنج هرمون دكتور. احنا ريليزنج هرمون ما قاسي حتى نعرف هاي هرمونات اتروفيك. يعني الجونات اتروفيك عافية. اريد كلش تركزون حتى ما يصعب عليكم بعد من نجيب لكم سيناريو. الجوناداتروفين مقصود ال FSH وال LH. من يقول لك هايبر جوناداتروفيك هو ما راح يعطيك بالسيناريو هايبر جوناداتروفيك، راح يقول لك هاي FSH هاي LH زين، او يعطيك رينج ويقول لك هذا هالقد ال FSH وهالقد ال LH، وكان يعطيك بين قوسين النورمال هالقد. الهايبوجونادزم يعني لو استرادويون لو بروجستيرون، يعني الجوناد مين هم؟ المقصود الاوفري والتيستس. فالهايبر جوناداتروفيك يعني معناته هاي اف اس اتش هاي ال اتش بس لو استروجين لو استرادايون. هاي بيا كونديشن تصير. نيكست سلايد. بريماشور اوفيرين فيلر يعني الباثولوجي وين؟ لا بالهايبوثالامس، لان هايبوثالامس ده يقول لي البيتوتري ريليز اف اس اتش ال اتش والال اتش والاف اس اتش ريسبونس اند هاي هايبرغوناداتروفيك. بس المشكله وين؟ مشكله بالاوفري. عندنا يسموه بريماتشور اوفيريان فيلر نوت ريسبونس. هذا البريماتشور اوفيريان فيلر يختلف على المينابوز. بالمينابوز عادي هو يكون هايبرغوناداتروفيك عالي اف اس اتش وال اتش، بس هذا فيزيولوجي هو سيزيشن اوف اوفيليشن. بس الاوفري نوت ريسبونس لان سيزيشن اوف جرافيان فوليكل زين، يعني الاوفيريان ريزيرف says premature ovarian failure cessation of period before 40 years. It usually explained but maybe due to chemotherapy or radiotherapy or autoimmune disease or chromosomal disorder. Example, Turner syndrome 45X0 and 46XX. Next. هسه اكو احد عنده سؤال على الهايبر جوناداتروفيك؟ عرفتي شنو الهايبر جوناداتروفيك وشنو الهايبوجوناديزم؟ الجوناد هو الاوفري والتستس، الجوناداتروفين هو الاف اس اتش والال اتش اللي ريليز فروم ذا بتويتر جلاند. بعد ما علينا بالهايبوثالامس، الهايبوثالامس حقيقه الا اذا كروموسومال او اكسسيف اكسرسايز او انوركسيا نرفوسا، هذا راح يسوي ستريس فياثر على النيورو ترانسميتر of the GnRH يصير عندنا اللي hypogonadotrophic hypogonadism. النورمال جونادوتروفيك يعني الاف اس اتش والال اتش نورمال within the range بس ان اوفيليشن، هذا شو وقت يصير؟ بس بي سي او اس. نيكست بي سي او اس a syndrome of ovarian dysfunction with hyperandrogenism and polycystic ovary morphology. اللي بعده البي سي او اس ايش راح يصير؟ عندنا هو كله طبيعي، الهايبوثالامس انتاكت، البيتوتري انتاكت، بس المشكله وين؟ بالاوفري اكو انسولين ريزيستنس. هذا الانسولين ريزيستنس ات ذا ليفل اوف جرانيولوزا سيل راح يسوي لنا فوليكولر ارست ويسوي لنا ان اوفيليشن، ونتيجه ذلك راح يكون اكسسيف اندروجين اند هرسوتيزم. طبعا الاندروجين انهبيت ستيرويد فيسوي نيجاتيف فيدباك اون ال اتش. اوكي نيكست. اذر كوزز بتويتر تيومر الهايبر برولاكتينيميا. نعم نعم دكتور سلايد على شغلتي. اي اذر كوزز إيه هذا فاتحة إيه بتويتر تيومر يسوينا هايبر برولاكتينيميا بتويتر أدينوما أو هايبر برولاكتينوما يسموها ودوبامين أنتاغونس أي دراك هو دوبامين أنتاغونس فراح يطلع لي ريليز أوف دوبامين أغونس يصير فيزيد البرولاكتين لبل وهذا راح يزيد البرولاكتين لبل يسوي إمبيرت جي إن آر إتش فراح يصير هايبر برولاكتينيميا.
Hyper or hypothyroidism, اثنيناتهم effect ovulation, and a tumor, adrenal disorder, a tumor or congenital adrenal hyperplasia. How you diagnose, طبعا, next slide, have a chart. History and examination and measurement of CHFSH and prolactin. إذا increase prolactin نشوفه twofold طبعا إذا increase in the serum prolactin level إيش راح نسوي شندز الpatient إلى TSH لأن ويل هايبر هايبوثايرويدزم يكون هاي برولاكتين level وأدسها بتويتري إيمج للسلة تورسيكا خاف أكو بتويتري تيومر شلون أعالجها إذا ثبتت هايبربرولاكتينوما دوبامين أغونست rarely surgery إذا كان طبعا دوبامين أغونست والبرومكربتين والrarely surgery ها طبعا يسوون إكسيجن للبتويتري أدينوما ترانسفينودل يفرون ذا نويز يسوون سكشن للبتويتري أدينوما FSH إذا كان عالي أدسها كاريوتايب أو أوتو أنتيبادي لأن يعني أتوقع هذه هاشوك تصير هيصير بريماتور أوفيرين فيلر فأما أدسها كاريوتايب وأدسها أوتو أنتيبادي لأن هذا احتمال مصاحب with other condition like هاشيموتو ثايرويدايتيس أو سيكل سيل ديزيز etc أو أني أوتو أنتيبادي أوتو أميون ديزيز might be associated with the premature ovarian failure فهذه احنا اذا تريد تصير حامل فلازم نسويها egg donation زين او اذا ما كانت يعني تريد restore her cycle فباي استروجين and بروجستيرون اذا لو FSH لو FSH فنسوي لها body weight and pituitary imaging اذا hypogonadotrophic hypogonadism نقولها weight gain هذول الانوركسيا نورفوزا او اللي اكسسيف اكسرسايز ما راح يكون عندنا جي ان ار اتش طبيعي فراح يكون لو اف اس اتش لو ال اتش فانهانس ذا بيشنت تو جين ويت لازم تكون within 19 يعني body mass index 19 كي جي بير سكوير متر and pulsatile GnRH أو gonadotrophin. طبعاً pulsatile GnRH يكون كل الصعب. زين difficult to take by يعني the patient. فدائماً نستخدم gonadotrophin. أما عندنا normal FSH راح يكون عندنا body weight بالبك سكان. طبعاً body weight قصدنا obese دائماً PCOS يجون obese patient. ف يعني enhance the patient to lose her weight and pelvic scan راح نشوف the size of the ovary نقيس the ovarian volume تكون more than 10 cm وال more AFC number of AFC is that وال size مالتها يكون small weight reduction anti estrogen letrozole insulin sensitizing agent like metformin and gonadotrophin orally ovarian drilling اخر خيار هو السيرجري واللي نسوي ovarian drilling اوكي next slide thank you روح على البي سي او اس شوي اكو سلايدين على البي سي او اس عندنا دكتوره ها عيني نعم هذا دكتوره اللي مطلعه اي هذا هو ايش الباثوفيزيولوجي اوف اوفيرن قبل يمكن اكو حكي this is very very complex condition which is poorly understood لا يمكن بعده you should not try to understand the mechanism in depth but have awareness of the key feature دكتور ماكو بس هذا بس هذا انا راح احكي لكم اياها طبعا هو هايبر سكريشن اوف ال اتش يعني ال اتش يكون اعلى من الاف اس اتش احنا عادي عندنا بالمستروس سايكل يكون الاف اس اتش هو الـ يعني الاف اس اتش اكثر من ال اتش يعني مثلا كان الاف اس اتش 4 فراح يكون ال اتش 2
بينما بال بي سي او اس لا يكون بالعكس، الال اتش اعلى من الاف اس اتش، بس كلهم وذ النورمال رينج، كلهم وذ النورمال رينج. يعني ما راح نقول انه الال اتش في هايبر جونادوتروفيك، الال اتش وذ النورمال رينج بس تكون اعلى من الاف اس اتش، فتكون الريشيو ريفرس ال اتش اف اس اتش ريشيو. هاي اول شيء. ان هايبر اندروجينيزم، هاي اندروجين ليفل and the free testosterone and the testosterone index test تكون عالي، serum immunoglobulin sex immunoglobulin يكون low، then اكو هواي اندروجين فياخذ ال binding protein. اوكي، الانسولين ريزيستنس اكو موجوده عندنا بالبي سي او اس، نشوف عندنا serum insulin يكون high and increase estrogen lack of normal GnRH positivity resistance high pulse frequency and amplitude. okay، وبعدين هذه هو نفسها هاي اللي طلعتها، قلنا الباثو هو insulin resistance، فراح يسوي follicular arrest and ovulation، ماكو بروجستيرون، ماكو عندنا نيجاتيف فيدباك ميكانيزم للال اتش، فيبقى الال اتش ينفرز، ولما ينفرز راح يسوي لنا اندروجين بس ما راح يكون عندنا بالليفل اللي يسوي لنا ovulation. اوكي دكتوره. نعم، الانسولين ريزيستنس بس على الجرانيولوزا ياثر؟ اي هو على الجرانيولوزا سيل اكثر شيء ياثر. زين دكتور تقدرين تعيدين مال البرولاكتين اللي باخر سلايد؟ البرولاكتين ليفل من اللي قلنا هايبر برولاكتين يوما؟ لا اللي باخر سلايد الجدول اللي بالمحاضره السابقه مو؟ لا لا هاي المحاضره، هاي المحاضره، هاي وين ماكو برولاكتين؟ اكو برولاكتين؟ هذه هاي هاي غير؟ هذا الجدول اللي طالع هسه عندكم؟ اي نعم هاي هذه هاي محاضرة ذيك يعني قبل. اي برولاكتين اذا شفناه على احنا وحده من تجينا ان اوفيلاتوري سايكل راح ندسه هرمون الاستادي هو الاف اس اتش ال اتش عندنا البرولاكتين ليفل هو خرها من تسجيل العطسه، فهاي برولاكتين ليفل راح ندز البيشن على تي اس اتش اند نسوي بتويتري imaging يعني MRI for pituitary gland. إذا high TSH أو low TSH دائما طبعا ال high prolactin level associated with hypothyroidism. فإذا كان هيك أعالج ال hypothyroidism ونفس الوقت أعالج ال hyperprolactinemia. إذا سويت MRI وطلعني عندني pituitary tumor pituitary adenoma فأما عندنا medical treatment دوبامين أغونست اللي هو البروموكريبتين أو أسوي سيرجري، السيرجري ترانس سفينويدال يروحون through the nose للسلة تورسيكا ويسوي اكسيزين للبيتويتري تيومر. أوكي هذا قصدك السؤال؟ أوكي نعم دكتورة عسيديت. يلا اكو احد عنده سؤال على البري؟ يلا الورك وركشوب نشوف من يقال السؤال الاول. ايات بشير، ايات نعم دكتورة موجوده، قرينا السؤال الاول. رابط الحضور دزيته فسجلوا به. هم تنعرض شو اسمه؟ ايه عرضه. او كل واحد يما يقرا بس عرضه شك. يلا السؤال. Complete this follow charts showing hormonal feedback control mechanisms. Added the name of the hormones releasing and feedback control mechanism to anterior pituitary and hypothalamus in the male. هذا in the male. Okay.
حلست دكتورة؟ أي حلي. الهايبر بس احتكي لي احكي هايبوثالامس وين راح يريليز جي ان ار اتش. جي ان ار اتش، جي ان ار اتش تروح للانتيريور بتويتري جلاند. انتيريور شو تطلع؟ اف اس اتش وال اتش. زين الال اتش على شنو يشتغل؟ على اللايدنج سيل بالتست. الاف اس اتش على السيرتويل سيل. عافية سيرتولي سيل. شو يصير ريليز من سيرتولي سيل؟ كلش مهم طبعا هذا. يا هرمونز اللي يسوي ها انهبين انهبين عافيه فيري جود. واللايدنج واللايدنج سيل طلع لنا تستوستيرون. عافيه تستوستيرون. التستوستيرون افكت اون اون ريبرودكتيف تاك اند اذر اورجان. والانهبين شنو شو يسوي؟ يسوي لنا نيجاتيف فيدباك على الاف اس اتش. عافيه فيري جود. بوزيتيف فيدباك على ال اتش مع برولاكتان يساعدون عمود السرعة عندنا التستوستيرون. زين التستوستيرون شو يسوي نيجاتيف فيدباك على شنو؟ يسوي نيجاتيف فيدباك على الـ على ال اتش وعلى الجي ان ار اتش. فيري جود. اوكي هذا الاستاذ اللي خلني. اكو احد عنده سؤال عندكم اشكالات اتشارت؟ بس اكيد قبال كل واحد من عندكم اكو شارت. اكو احد عنده سؤال واضح؟ لو لا اعيده اني. الهايبوثالامس راح يصير ريليز جي ان ار اتش على اليمن على الانتير بتويتري. ميل والفيميل نفسهم اف اس اتش وال اتش. الال اتش راح يشتغل على اللايدنج سيل والاف اس اتش راح يشتغل على السارتولي سي سيل. هنا السارتولي سي سيل راح تطلع لنا انهبين. اللايدنج سيل راح يطلع لنا تستوستيرون. الانهبين يسوي لنا نيجاتيف فيدباك على ال FSH. التستوستيرون راح يسوي لنا نيجاتيف فيدباك على ال LH وعلى GnRH. يلا زين بنين 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 مهدي بنين وينك؟ بنين وينها بنين؟ دكتورة وياهم الصوت جد. نعم دكتورة ضعيفة وياهش دكتورة سكني. ايه ده اسمعش ماما. يلا بنين اقرأ السؤال. In the female, the picture is complex as hormone level, function and control vary according to the phase of the menstrual cycle. Complete this flow chart as for early and middle follicle phase. Yeah. And the hypothalamus, نفس الشيء. This is the GnRH. اللي حفز الانتيريور بيتوتري حتى تفرز ال FSH وال LH. اوكي الFSH على يا سيل يشتغل الجرانيولا سيل جرانيو وال LH الثيكا سيل. ثيكا سيل الثيكا سيل تفرز الاندروجين حتى يحول الاستروجين. اي باي اروماتيز انزيم. لذلك الانتي اروماتيز هذا بالبوليسيستيك نستخدم الليتريزول يشتغل هنا. انتي اروماتيز يشتغل على هذا الانزيم. ايه دكتور فراح يصير استروجين وبعد الجرانيولوزا سيل هنا تفرز حتى يسوي لنا نيجاتيف فيدباك. الاستروجين بعد من اللي سوى من اسمه الاستروجين ها انهبين نفس اللي راح من السارتولي سيل. ايه ويسوي انهبيشن للاف اس اتش. عافيه. زين مين يسوي نيجاتيف فيدباك على ال الاستروجين ال ال اتش ال اف اس اتش وال ال اتش؟ الاستروجين دكتوره. الاستروجين طبعا الاستروجين اده ثريشولد. اذا لو ثريشولد يسوي نيجاتيف فيدباك واذا هاي ثريشولد يعني اكو ليفل معين بيسوي بوزيتيف فيدباك. فهاي ليفل يسوي لي نيجاتيف واللو ليفل هم يسوي لي نيجاتيف. بس اذا اكو سيرتن ليفل يسوي لنا بوزيتيف فيدباك على الانتيريور بتويتر.
أوكي؟ أوكي. على العشر. يلا اللي بعده. أكو أحد عنده سؤال؟ اللي بعده خلنا نختار أمير حسين. نعم دكتورة. يلا أمير كمل لنا. Complete this flow chart again for the female, but now is occurring violation okay. showing positive feedback. Okay. عندنا ال hypothalamus تفرز لنا GnRH وتالي على anterior pituitary راح يفرز لنا LS search ويسوي لنا ovaries وراح يسوي لنا شغل على الاوفاريز راح يصير اوفيليشن راح يصير عندنا شغلتين افراز استروجين هاي ليفل يصير وال اتش سيرج ستيمولييت اوفيليشن فراح الله اتش يكون سيرج ويصير عندنا اوفيليشن وراح يصير ريليز اوف استروجين فالاستروجين راح يسوي لنا بوزيتيف فيدباك على الهايبوثلاميك بتويتري اكسس اوكي راح يسوي لنا بوزيتيف فيدباك الاستروجين من الاستروجين عالي قلنا يوصل سيرتين ليفل فراح هو اللي يسوي لنا الاش سيرج الجرافين فوليكل من تكبر راح تطلع لي استروجين الاستروجين هذا شو يسوي لنا هو اللي يسوي لنا الاش سيرج نعم دكتور اوكي حتى يصير اوفيليشن اوكي اكو احد عنده سؤال على السلايد اللي قبله جعفر حيدر اقرأ لي السؤال جعفر سارة عم دكتورة يلا تفضلي سارة Hence, it discriminates between the roles of estrogen in the early follicular phase and its role at ovulation. دكتورة هي at intermediate concentration راح يصير secretion مع gonadotropin releasing hormone يعني يصير له negative feedback. والhigh concentration راح يصير gonadotropin releasing hormone positive feedback وبالتالي يرتفع LH surge. إيه هاي سأني ليش رحت لكم إياه in the early follicular phase الاستروجين يكون low level فراح يسوي inhibitory feedback on gonadotropin لما يصير mature graphene follicle تكبر الجرانيولوزا سير كل ما يزداد عدد السير بالجرانيولوزا سير راح يصير release of استروجين الاستروجين شو راح يسوي stimulate الالأتش قلنا انطلع حتى يسوي أدنى promote luteinizing the graphene follicle and enhance ovulation. Okay, next slide. فاطمة محمد علي. فاطمة. مصطفى مصطفى منار نعم دكتورة منار يلا أدمينه بوز ذا أوفري أدمينه بوز ذا أوفري سيكريتي دراماتيكلي ليس أستروجين What will happen initially to plasma level of FSH? دكتورة راح يزداد ال FSH نتيجة إنه إحنا عندنا استروجين قليل فراح يزداد ال FSH. عافية. والال H. ال H هم راح يزداد. وحقيقة مو لأن استروجين قليل لأن ماكو graphene follicle ماكو inhibin. نعم. ال inhibin released from the granulosa cell من تكبر وتصير graphene follicle
فراح يريليز اوف انهبين الانهبين هو يسوي لنا للاف اس اتش. نعم دكتور. وايش راح يصير؟ فراح تزداد الاف اس اتش والال اتش وهم كمان الجي ان ار اتش هم يزداد. جي ان ار يدح يبدي لح على الاوفري بس there is no negative feedback فالجي ان ار يزداد. نعم. زين feedback from gonadal مش ردوس. بعدين after several years طبعا هذول كلهم يبدون ينزلون ماكو مثل واحد يأيس فيبدون يقلون dramatically to the normal level. بعدين منتظر حيدر ناجي. نعم دكتور. Why are the change in the LH and FS secretion at the menopause different? دكتورة نفس ما ذكرتي الـ FSH راح يكون عالي لأن ماكو انهبين. عافية. Act on the pituitary gland no longer occur and FS level rise more than LH. اللي بعده علي بعرعد. In pregnancy, once the breast has begins to secrete estrogen and progesterone, secretion is independent of FSH. What will happen to the plasma levels of FSH? Dr. Kiran Rahir, and Rahir said the negative feedback. أي بعد؟ plasma levels of FSH تقل والLH هم تقل. يعني يصير هايبوغونادوتروفيك اي ماكو الال اتش والاف اس اتش يكون لو والجي ان ار اتش. ليش؟ بالحامل ايش يصير؟ الاستروجين يقل له عالي. يصعد عالي. عافية يكون هاي من وين السورس مال الاستروجين بالبرجنسي؟ كربوسوتيوم دكتور. ها؟ كربوسوتيوم at the early بعدين البلاسينتا الاندوكراين أورغان بالبرجنسي هو البلاسينتا at the early راح يكون الكربوسوتيوم بعد 10 weeks ل 12 weeks راح يكون shift from the كربوسوتيوم to the placenta. البلاسينتا ريليز استروجين وبروجسترون فهاي ليفل اوف استروجين هاي ليفل اوف بروجسترون اثنيناتهم اكزيرت نيجاتيف فيدباك اون ذا اف اس اتش ال اتش ان جي ان ار اتش. اوكي نور الهدى. نور الهدى يوسف. يوسف يلا بسؤال دكتور. The drug clomiphene is an anti-estrogen used in the treatment of infertility. Clomiphene exerts weak estrogenic effect sufficient to achieve uptake and binding to estrogen receptor. It then reduces the concentration of estrogen receptor by inhibiting the process of receptor replenishment. Thus, the hypothalamic pituitary axon blinded to the endogenous estrogen level in the circulation at given for 5 days at the start of menstrual cycle. What will be the effect on GnRH secretion? Should the effect of clomiphene citrus after should clomiphene have the estrogenic and anti-estrogenic action? يرح bind to the estrogenic receptor. فمن bind to the estrogenic receptor رح يقللنا ال endogenous estrogen. فش رح يصير بالGnRH. يوسف. يوسف تسمعني؟ ألو نور الهدى. أكو أحد يسمعني لو لا؟ نعم دكتور. نعم دكتور. زين من وين يوسف؟
ظهرنا ضعيف يمه. زين انت منو؟ منو من عندكم؟ اني جعفر ستار. يلا جعفر جاوبني. دكتورة يزداد. يزداد ليش؟ يعني مثل البوست نيجاتيف. اي لانه يعني يصير انهبيشن للنيجاتيف فيدباك. عافية. فلور اوف نيجاتيف فيدباك انهبيشن از ديمينيش فراح يصير عندنا ريليز اوف جي ان ار. يصير اب ريجوليشن، يصير اب ريجوليشن فيزداد الجونادوتروفين. يسوي لور فورس لور استروجين فراح يطلع عندنا الجي ان ار اتش. زين وين ال اس والاف اس اتش؟ دكتور هم يزداد لانه يقل النيجاتيف فيدباك. عافيه. هم اثنيناتهم جي ان ار اتش سكريشن راح يزداد وهذا يؤدي الى زياده ال اتش اف اس اتش ولذلك راح يصير اوفيليشن. السايد افكت مالته راح يصير لنا مالتيبل بريجننسي واحتمال اوفيريان سيست. What would be the effect on gonadotropin secretion of constant moderate dose of a progesterone like a drug? زين. What is the effect of on the gonadotropin إذا progesterone؟ دكتورة. نعم. أجاوب. يلا تفضلي. راح يصير عندنا ديكريز للبروجستو لل LH والف اس اتش. هاي شو وقت اذا مودريت دوز لو هاي دوز؟ اي اذا مودريت، لا اذا مودريت دوز اوف بروجستيرون ريديوس ال اتش اند اف اس اتش سكريشن. اي راح يصير اني اوفيليشن. عافيه. واذا لو دوز اكيد راح يصير العكس لان هم بيناتهم نيجاتيف فيدباك. لا ما يقدر يسوي انهبيشن للاوفيليشن يعني ما يسوي ال اتش ما ياثر. إذا هاي دوز، إذا هاي دوز أوف بروجسترون، لذلك إحنا الكونتراسبتيف هذا تاخذوه سب الكونتراسبتيف من أنطيكم إياه بالمحاضرة. هاي دوز أوف بروجسترون مثل الإنجكشن اللي نعطيها كمانع حمل، هاي دوز تمنع الأوفيليشن، بس المينوبوز اللي دو دوز ما تأثر على النيجاتيف فيدباك، تأثر على السيرفايكال ميوكس، فسوي هوستايل ثيك. لذلك ما تمنع الحمل. فهاي دوز اوف مودريت تو هاي دوز اوف بروجسترون ليفل راح يسوي لنا انهبيشن للال اتش اند اف اس اتش فيسوون عندنا ان اوفيليشن يسوي لنا انهبيت بوزيتيف فيدباك اوف استروجين سو نو ال اتش سيرج لان راح يسوي يشتغل ويا على الاستروجين فالاستروجين يقل يمنع انك بوزيتيف فيدباك فراح يصير ان اوفيليتوري سايكل بس لو دوز ما يشتغل. تمام دكتورة شكرا. يلا آيات محمد عباس السؤال اللي بعده. نعم دكتور. يلا قيدنا يا. How might this effect be different if the dose is much lower? In this case which part of the reproductive system might still be affected? إذا كان الدوز مات البروجسترون لايك دراج قليل فما رح يأثر على الأوفوليوشن والفرتيليزيشن. عافية. هو نستشرح حتى لكم إياها راح لا يأثر على الفرتيليتي. شون يأثر؟ يأثر على السيرفيكال ميوكس. عافية. يسوي أن هوستايل. أي بس الأوفوليوشن يعني ما مو له تأثير مباشر. يلا بعد السؤال اللي بعده. وين وصلنا يا سؤال؟ يلا من يقرأ زين؟ آيات ثانية، آيات حيدر مولو. دكتورة جاوب. دكتورة لحظة شو اسمك؟ أنا جعفر حيدر. جعفر حيدر. يلا جعفر إيه جاوب ليش لا؟ جمانة وراك تتحضر جمانة ما شاركت. دكتورة إيه السؤال جعفر. يقول the drug clomiphene is an anti-estrogen used in the treatment of infertility.
يعني علاج العقم. كلومفين exerts a weak estrogenic effect, يعني مفعول يعني ضعيف مثل يعني ميمك للأستروجينيك. Sufficient to achieve uptake and binding to by two estrogen receptors. It then reduces the concentration of estrogen receptors, inhibition of the process. حلينا وين شويت لا 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 هذا حلينا دكتورة بس والبعد حلينا ها شنو دكتورة بس اي دكتورة اي هسه هذا حلينا والاثنين تسعة حلينا وصلنا اثنين عشر دكتورة اثنين داعش وصلنا 12 يا عافية دكتورة. If the interior pituitary gland is transplanted to another site in the body, the secretion of LH, FSH, TSH, GH and ACTH falls to an equilibrium, يعني مستويات ضعيفة. لما يعني شنو السبب؟ اي ليش دكتورة يعني دكتورة بالغياب مال يعني من المفعول يعني دكتورة absence of stimulating hormones for this hormones يعني from the hypothalamus دكتورة. اي عفية hypothalamus راح ما يكون secretion of GnRH يعني in دكتورة the circulation. ماكو secretion يعني دكتورة فراح واضح اللي شرحت لكم اياه بالبداية. اي دكتورة قلت لكم GnRH راح not يعني secrete in the diluted in the circulation. لذلك cannot affect the pituitary gland to the other side of the body. لأن هو راح ينقل هو neurotransmitter. Neurotransmitter. راح يصير transported to anterior pituitary by hypophyseal portal vessels. راح يصير circulation دكتورة. فالإفكت it is low. ليس دكتور. أوكي. هاي شنو السؤال اللي بعده نختار أحد. دكتورة مساء أنيس من نور الهدى عمان شاركت دكتورة حكيت بالسؤال ورا لأن من ساعة ما قدرت أفتح المايك زين جمانة فاضل يلا جمانة إذا transplanted anterior pituitary however hyper secretion of prolactin why زين إذا ليش يأثر ما يأثر على البرولاكتين ليش يبقى البرولاكتين عالي دكتورة ممكن أجاوباني نعم شو اسمك انت منو زهرة مؤيد إيه زهرة The transplanted anterior pituitary however hypersecrete prolactin Why? Because of the absence of the prolactin inhibitory hormone transported by the hypophyseal portal vessels. Eh? This hormone is secreted by the anterior pituitary hormone. The anterior pituitary راح يتغير مكانها فما راح يوصل الهرمون اللي هو البرولاكتين inhibitory hormone. بالتالي راح يصير عندي البرولاكتين hypersecretion. اي عافية هو الـ inhibitory factor prolactin secretion inhibitory factor هو الدوبامين فلذلك راح يكون diluted وهم not affected نعم لأن هم مهم هذا النيورون ترانسميتر البعد مفهوم يصير اكو احد عنده سؤال عفوا دكتورة قولي انا جمانة قبل شوية بس راح افتح المايك من الاعدادات وطلع من البث يلا اوكي جمانة اللي بعده شو اجاوبي السؤال يقول the major hypothalamic hormone inhibiting prolactin secreting is dopamine. The action of dopamine are mimicked by the drug bromocriptine and antagonized by drug like haloperidol, metoclopramide and metoclopramide anti emetic يسموه البلاسيل دائما نطي تمام. يقول what will happen to prolactin level if a woman is given bromocriptine راح يقل ليش بسبب الاكشن مال الدوبامين نعم شنو الاكشن
إذا أعطيت برومو كربتين إيش راح يسوي؟ يقلل الإفراز مالته. عافية راح يقلل يقلل إفراز منه؟ برولاكتين. شلون؟ هو غير النيجاتيف عن فيدباك لو شنو؟ لا هو راح يزيد الدوبامين الانهيبيتوري فاكتور. فراح يسوي انهيبيشن لا يقلل من الدوبامين ريليزنج فاكتور. تمام دكتور. اوكي. شكرا. انتوجنايز الدوبامين ريليزنج فاكتور فلذلك راح يقلل من السكريشن. زين حسين صائب ما شارك حسين صائب بالي دكتور السؤال 14 برولاكتين اند بارتيكولاري هايبر برولاكتينيميا سبرس فيرتيلايتي باي ديسربتينج ذا بولسايت ريليز اوف جينار بولسيتايل ريليز اوف جينار اتش وات دو يو ثينك هابن تو ذا فيرتيليتي اوف وومن جيفن ميتوكلوبراميد دكتورة هذا انطته هذا اللي ينطو هذا الدراج هذا الدراج هو الدوبامين انتاغونست فبالتالي راح شو اسمه البرولاكتين يزداد بالدم فيكون لانه راح يزيد لنا الريليزنج فاكتور اي بالضبط دكتورة وبالتالي الفيرتيليتي يعني شلون يعني شلون راح الفيرتيليتي افكت يعني دكتور يصير ديبريسد تروح شلون؟ يتحكينا الميكانيزم ايش قابل يأثر على سبير موتيليتي على تيوبال موتيليتي على شين راح يأثر؟ على سيرفايكال ميوكاس؟ ما أدري دكتور عن هذا هو هذا احنا نريدك تدري به راح يسوي لنا antagonize the action of GNRH سوى antagonize the action يعني impaired يعني سوى اضطراب بعمل GNRH وإذا صار عمل اضطراب بالGNRH ايش راح يصير؟ دكتور هو جاي يغير او ينفرز بها الجي ان ار اتش بحيث بعدها راح يتغير الافراز مالت الاف اس اتش والال اتش عافيه فيري جود اي راح يقلل الاف اس اتش والال اتش اذا قلل الاف اس اتش والال اتش ايش راح يصير؟ ما راح يروح ما راح يصعد يعني جلاد هناك ما راح يصعد يعني ما راح يصير اوفيلاتري سايكل ما راح يصير لذلك يشوف وحده هايبر برولاكتينيميا متخربطه دوره احتمال تجي كل 40 يوم كل لأن أنا أوفيلاتري سايكل فاحتمال راح تتغير يصير أنا أوفيليشن وتجي إرر لذلك إنديكيشن فور سيروم برولاكتين ليفل هو إرريجولار سايكل أو أوليغو زين فهيك هذا السؤال كنت يكمل إنه هو راح ينتجنايز ذا أكشن أوف جي إن آر إتش آند ديكريز إف إس آل إتش إمبيرد وأس آل ريزلت راح يكون أن أوفيلاتري سايكل فراح تكون الفيشن انفرتايل اوكي بعد منهم من القائمة نختار شو قليتوا وينكم زهراء مؤيد شو بقيتوا 19 نعم دكتورة يلا حدنينا الباقي سؤال 14 ايه برولاكتين and particularly hyperprolactinemia suppress fertility by disturbing the pulsatile release of GnRH what do you think might happen to the fertility of a woman given metoclopramide محلينا يمكن هذا هو اكو اثنين تحت رقم 14 اللي جوا دكتور اللي جوا ما حلينا شلون اللي جوا اخر واحد in some women impaired fertility is associated with a loss of the normal daytime fall in prolactin levels which of the drugs mentioned above would you choose to lower prolactin levels and restore fertility البرومو كرايستين نعم
البروموكريبتين شلون الاكشن مالت البروموكريبتين؟ هو الدوبامين اغونست ف جود نعم في الدوبامين هو ك لما يشتغل كبرولاكتين انهبيتوري هرمون راح يقلل لي من البرولاكتين وهذا راح يخلي جي ان ار اس ريليز نورمال وراح يزيد الاف اس اش والال اش ويصير الاوفيليشن فيرتيليتي اوكي يمكن خاصة أكو أحد عنده سؤال دكتورة بس دكتورة نعم دكتورة بس البروموكريبتين هو غير نفس اللي يستعملوا للباركنسون ديزيز ما أعرفان إيش يستخدموا بالباركنسون ديزيز بس إحنا نستخدمه بالهايبربرولاكتينيميا أكيد نفسه إذا خال شكرا دكتور بقى اكو احد عنده سؤال؟ نعم دكتور الانهبين بالميل يسوي بوزيتيف فيدباك بالفيميل يسوي نيجاتيف فيدباك للاثنين للال اتش وللاف اس اتش الانهبين يسوي طبعا نيجاتيف فيدباك للاف اس اتش باثنيناتهم بالميل وبالفيميل ماكو ما يسوي بوزيتيف من اسمه inhibition يعني inhibition يسوي نيجاتيف يسوي كلهم اثنيناتهم يسوون نيجاتيف فيدباك بالميل وبالفيميل يعني اكو خطا بالجدول مال المحاضره وين ارضليه اذا هاي دكتوره بالميل يبقى ال اتش يسوي البرومش مو inhibition شلون دكتوره بالفيميل يسوي inhibition اثنينات بس بالميل ممكن دكتوره ال اتش يسوي البرومش الدكتورة سألتني دكتورة هذا هذا أو بس دقيقة خلنا نشوفه انت حفظوه من اسمه انهبين اي دكتور هو انا يعني من اسمه انهبين فتوقعت هيك بس يعني شاب المحاضرة وين خلي اشوفه لا خاف الساعتة هذا هنا الانهبين SH negative feedback للH positive negative feedback الله الH لحظة لحظة negative feedback على GNRH negative feedback على الH وين بعد positive وين لا دكتور هذا positive التستوستيرون لا مو التستوستيرون انهبين الخط وين ما ادري اشوف هو بهذا المحاضرة ما هذا نفس السلايد الست الحاضرة يعني هاي ما اعطيتكم اياها هذا يمكن من معطيكم اياها الاهل البوليه هو قبل شويه يعني المحاضره ما قبل شويه اعطوني اياها هو هذا ها مال الدكتور لحظه وين الانهبين هذا الانهبين هو اي بدي اشوفه ريليز فروم سارتولي سيل سبرماتوجينيسيس وهاي راح يسوي لنا نيجاتيف باللون الاحمر الاف اس اتش بعدين باللون الاخضر باللون الاخضر مو ايه مو خلينا نمشي راح يكون بوزيتيف بوزيتيف اثيكا سيل ويا البرولاكتين هذا يشتغل اثيكا سيل هذا راح يسوي له سنسيتايزيشن ويطلع لنا التستوستيرون اللي يسوي لنا نيجاتيف فيدباك هاي دايركت اندايركت اكشن اثيكا سيل مو على راسا على ال اتش ستشوف هذا الخط وين واصل انه مشتغل هو راح يشتغل على اللايدنج سيل فاللايدنج سيل راح يطلع تستوستيرون والتستوستيرون من لا يسوي نيجاتيف فيدباك على ال اتش دكتور عيديها ولا زحمه اساعد لك اياها احنا شلون من قلنا احنا عند الفيميل راح وين يشتغل ال اتش راح يشتغل على الثيكا سيل فيطلع شويه سمول دوز اوف استروجين راح يروح للجرانولوزا سيل شو يصير عندنا الاندروجين وبنفس الوقت راح يسوي لنا سنسيتايزيشن للاف اس اتش ريسبتور زين هنا ايش راح يجي عندنا الانهبين هو يسوي لنا نيجاتيف فيدباك على الاف اس اتش ويشتغل على اليمن اللايدنج سيل يخليها يصير يعني هم يسوي لها الاش ريسبتور
فطلع تستوستيرون، التستوستيرون يسوي نيجاتيف فيدباك على الـ LH، ما عندنا بوزيتيف. تمام دكتور، واضح. زين يشتغل على اللايدنج سيل هو والبرولاكتين. اوكي مفهوم؟ اي دكتور. زين دكتور بعد السؤال. اي اكو سبب انه لم يعني انه الاستروجين لما هو بانترميديت دوز يسوي نيجاتيف فيدباك، ولما يصير هاي دوز يسوي نيجاتيف؟ لا هو هاي دوز قادر على زين سنسيتايز يعني الاشيرج، يعني احنا عندنا اذا ما يوصل ل 300 ملي مايكروغرام ما يسوي الاشيرج، ما مو كافي، فيكون لازم هاي دوز حتى يسوي لنا الاشيرج والاوفيليشن. تمام دكتور. اوكي اكو احد بعد عنده سؤال؟ اوكي يا ثانك يو. شكرا دكتور. لا لا والله يا شهلاء. هي عرفتي رايحه.